بارك لأبناء المخا بهذا المشروع، وهذه فاتحة خير للتخفيف عن المواطن، ونقول لهم بمناسبة قدوم شهر رمضان أنه كل عام وأنتم بخير، وهذه فاتحة خير لبناء مشاريع أخرى في مجال التنمية ومجال التوسع في توليد الطاقة الكهربائية للمخا وللساحل بشكل عام، وإن شاء الله يصل الخير إلى تعز إن شاء الله. لا يفوتنا اليوم أنه نتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية ولسمو الشيخ محمد بن زايد الذي دائما يقدم الرعاية والعون لأبناء اليمن سلما وحربا. شكرا جزيلا لمن ساهم ودعم في إخراج هذا المشروع إلى النور، وإن شاء الله نبارك من أبناء المخامر الثانية. طاقة المشروع 20 ميجا وات وكافية لتغطية محطة المواطنين مخا إن شاء الله. المشروع بدينا به قبل تقريبا 3 أسابيع، الأعمال مستمرة حاليا، نعمل أعمال ترابية وأعمال بناية السياج، ويتكون أيضا من 5 أبنية أخرى، بناية السيطرة وكذلك بنايات المعدات.